السد نجح يا فرج الله. شايفين محافظ على قد ايه من الارض؟ الارض كلها تقريبا بتاعتي اللي انا زارعها ما اتضررتش خالص، مفيش ولا حته ارض اتضررت. اعتقد مفيش بدايه افضل من كده. شايفين يا جماعه الريسورس اللي فوق، الفود بالالافات ما شاء الله، الخشب داخلين على 600، الوتر شغالين حالي داخلين في 400. بدايه ممتازه، بدايه ممتازه.